بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنشوف رد الزوج أو الزوجة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. رجل ردت زوجته إليه بعد أن قاضته في المحاكم. فيه راجل قال إن زوجتي رفعت علي قضيتين، واحدة نفقة واحدة طلاق في المحاكم، الأمر تعذر علي، فماذا أفعل؟ قال له الشيخ: عليك بحديث أبي بن كعب. هذا الحديث قلناه كثيرا، وأبي بن كعب قلنا أن جبريل عليه السلام حمل رسالة من الله عز وجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على أبي بن كعب. وابن كعب كان عالم بالقرآن وكان قارئا، يعني نقول يعني إيه مجوجا، يعني يعرف أحكامه، ونجحه الله سبحانه وتعالى، وبعث الأمين جبريل عليه السلام خصيصا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: يا محمد اقرأ القرآن على أبي بن كعب. طبعا أبي بن كعب وصل لهذه المنزلة كيف؟ هنقول لكم حاضر، اصبروا عليا. فذهب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. قال: وسماني، يعني يا رسول الله هو قال اسم عنده أبي بن كعب؟ قال: نعم. فبكى من شدة الفرح. طب احنا هنوصل للمنزلة دي ازاي؟ بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أبي بن كعب وصل للمنزلة ازاي؟ شوف رب العزة، مفيش صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، حوالي 125,000 صحابي، لم يحدث لهم مثل هذا الحال، ولا حتى أبو بكر الصديق رفيقه في الجنة وفي الدنيا رضي الله عنه، ولا حتى عمر الخطاب، ولا حتى واحد من العشرة المبشرين بالجنة. ليه؟ بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. شوف كثرة الصلاة على النبي ترفعك لفين؟ لمرتبة عالية قوي قوي. شوف فوق ال 125,000 صحابة، هو ده بكثرة الصلاة على النبي. لأنه هو راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له، قال له بالليل، كان في الليل: يا رسول الله يعني أنا بقوم بالليل وبستغفر ربنا وأسبح ربنا وبقول الحمد لله، تحميد وتكبير وتهليل وتسبيح، لكن أنا بحبك أوي يا رسول الله، وعايز أريد أن أخصص وقت من هذه الذكر لله للصلاة عليه. طب أخصص قد إيه؟ كم من الوقت يا رسول الله؟ يعني أنا مثلا لو بصلي عليه 3 ساعات، لو بذكر الله، قصدي لو بذكر الله 3 ساعات، أصلي عليك كم منهم؟ الربع، يعني الربع 3 ساعات. شوف ال3 ساعات قد إيه؟ 180. شوف 180 حوالي 45 دقيقة، ساعة وربع. أصلي عليك الربع؟ النبي صلى الله عليه وسلم رغبه وقال له: ما شئت إن زدت فهو خير لك. قال: الثلث، يعني ساعة. قال له: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال: الثلثان، النصف الأول، يعني ساعة ونصف. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال: الثلثان، يعني كام؟ ساعتين مثلا، احنا خدنا 3 ساعات مثلا يعني. قال له: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. زود عن الساعتين ايه؟ قال له: أجعل لك الصلاة كلها.
قال إذن، وهذا هو الشرط، يكفى همك ويكفى ذنبك. إذن كلمة إذن ده شرط يا ناس، الناس مش فاهمان. خلي كل وقت اللي انت تذكر الله فيه للصلاة عليه. في ناس سألتني كتير، يعني احنا ما عدناش نسبع ولا لا يا سيد؟ لا، راجل كان بيقوم بالليل وخصص جزء في الليل، فهو ربنا قال له الجزء اللي انت قمت فيه بالليل خليك معايا في الصلاة على الله. طب وبالنهار وحاجة يا سيدي براحتك بقى، سبح وهلل واعمل اللي انت عايز تعمل. والحديث يدل على كثرة الصلاة على النبي. يعني ايه؟ يعني كان لك أذكار كثيرة تقولها، ولكن أقصر الوقت في الأذكار خليه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الرجل لما زوجته قاضته في المحاكم قال للشيخ أعمل إيه؟ ما فيش أي طريقة خالص هي تتنزل عن القضايا دي. قال له والله يعني عليك بحديث أبي بن كعب. يعني قال له إيه؟ خلي كل وقتك، طالما بلوتك كبيرة قوي، خلي كل وقتك للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الرجل أو الأخص أصلي على النبي أكثر من 1000 مرة في الليل، وإذ بي أجد طارق على الباب، باب بيخب، من؟ افتح، من بالباب؟ أنا زوجتك. فتح، قالت له أتأذن لي أن أدخل؟ قال لها تفضل. حاجات من العجب والله. تفضل. فدخل فلم يعاتبها ولم تعاتبه، وأصبحت وتنازلت عن القضايا. كل ده بإيه؟ بفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فخلوا بالكم هنا، الزوج كان يريد عودة زوجته، يعني يريد استقرار الحياة، والزوجة حينما ذهبت الله سبحانه وتعالى يعلم أن في رجوعها صلاح لها ولزوجها. لذلك كانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقعت موقع الإيه؟ المكافئ للظروف، لظروف العودة. فرجع. ولكن إذا كنت أنت عايز زوجتك عشان تذلها وعشان تشرجها وعشان تنتقم من نسايبك وأسهارك وتقعد تصلي على النبي مدى الحياة، مش هترجع. هو الراجل أصلا يريد زوجته وهي تريد زوجها، يبقى يصبح ما عادش فيه حاجة إلا رحمة الله. خلي بالكوا لما تركت على الباب لم يكن معها أحد من أهله ولا أحد من أهل، ولا حد راح صالحها من الناس، زي ما نشوف قصة الصبح في القصة التالية إن شاء الله، ولا حكما من أهله ولا حكما من أهله، ولكن من اللي صالحهم الله جل جلاله. إذا كل حلقة لها طبيعة خاصة، وكل حالة لها طبيعة خاصة. نسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم السلامة من كل شر، ولا تنسوا الإعجاب ومشاركة هذا الفيديو للناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.